هذه هي الفتاة محاسن صالح حسين التي تعرضت للاغتصاب سنة 2004. هي بذاتها تروي لنا قصة اغتصابها وكيف تم ذلك. محاسن، اسمك محاسن صالح حسين؟ عمرك كم هسي؟ 16. طيب انت تعرضت للاغتصاب قبل تقريبا 4 سنوات، يعني الوقت ذاك انت كنت طفلة جنة صغيرة. وأنا كلنا عارفين إنه الاغتصاب شيء صعب، وحتى التروي للناس أو تقص القصة بتاعه للناس ذاته صعب، وأنا نقدر الحالة، لكن أنت بالضرورة إنه تروي لنا كل التفاصيل الحدث في الوقت ده. طيب أنت كنت ماشية وين أصلا لما تعرضت للاغتصاب؟ فاشر. ماشية فاشر؟ من وين؟ من زمزم. ماشية الفاشر، طريق الفاشر زمزم ده بس تعرضت للاغتصاب؟ اتعرضت للاغتصاب من كم نفر؟ نفرين. وانت كنت برفقة منو كان؟ معك منو كان؟ ولد معايا. ولد صغير. ولد صغير. طيب الناس دي كان لما جو عملوا شنو بعد اغتصابوك؟ انا ما نعرف عددكم من كثيرين. اها، بداية لما جو قالوا لك شنو؟ وهيت ماشين وين صابت عليك الكون. والود صغير ما والد يرفض. وانا التمانية دول كلهم قاموا باغتصابي؟ كلهم التمانية؟ كلهم. اها، وبعدها؟ الناس التانية من زمزم جاتي. عرفوا كيف انك انت ود الصغيرة مش وراهم الخبر؟ والأساكر ديل تابين لي نقطة زمزم فاشر ده، طبعا في نقاط تفتيش ربما 2 ولا 3 تابين لي نقطة زمزم؟ جايين بكرة؟ الشارع؟ الشارع الرئيسي ده؟ انت قابلتين في الشارع الرئيسي بس؟ انتوا ماشيين وهم جايين كانوا؟ هم تابعنا من ورا. تابعكم من زمزم؟ من فاشر. من حتى جنب الحجر. انتوا كنتوا جايين من الفاشر؟ يعني ما ماشيين من زمزم؟ جايين من فاشر. جايين من فاشر. ايوه، هذول مناطق ناس البوابه اللي تخش للفاشر. ايوه دوش. قاعدين ضرب بالشوله ولا ما بعرف يعني بالشوله.